وسط حضور جمع غفير من الأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله فضلا عن المدعوين، احتفلت خلوة الجون يونس عثمان بحارة دينجسو في الدائرة الثامنة بتخريج 42 من طلابها الذين أكملوا حفظ القرآن الكريم خلال 5 سنوات. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. مدير الخلوة الجوني إسماعيل موسى شرف الدين قال إن هذه الدفعة تلقى أفرادها علوما إسلامية أخرى بجانب حفظ القرآن الكريم، وهذه الثمرة جاءت نتيجة لجهود معلمي الخلوة الذين قدموا الكثير لهؤلاء الفتية. أما النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمفتي العام للديار التشادية الشيخ أحمد النور محمد الحلو، أشار إلى أهمية تعليم القرآن الكريم للأبناء في السنوات المبكرة. يجب علينا نحن كأمة محمدية أن نقف مع هؤلاء حتى نشاركهم في الأجر يوم يقفون بين يدي الله تعالى. المناسبة سمحت لعدد من الأئمة والمشائخ بتقديم الشكر والعرفان للقائمين على أمر الخلوة في تعليمها لأبناء المسلمين كلام الله عز وجل، طالبين من جميع أولياء الأمور إرسال أبنائهم إلى المؤسسات القرآنية التي لها الفضل الكبير في تربية النشأ. هذا وفي ختام الحفل كرمت إدارة الخلوة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعلميها تقديرا لجهودهم القيمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه. ونشير إلى أن خلوة الجون يونس عثمان بحارة دينجسو تأسست في العام 2016 وخرجت أول دفعة.